عاد السيد الرئيس بعد طبعا حضوره ومشاركته في القمة العربية رقم 33 بالعاصمة البحرينية المنامة، وعلى هامش القمة عقد السيد الرئيس اليوم عدد من اللقاءات، وهذه اللقاءات طبعا أجراها السيد الرئيس على هامش القمة. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير. عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة العربية 33، والتي يشارك بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسادة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة رؤساء الوفود من القادة العرب. وقد استهلت القمة بكلمة المملكة العربية السعودية الرئيس السابق للدورة 32، ثم تلتها كلمة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الرئيس الحالي للدورة 33. هذا وقد ألقى السيد الرئيس كلمة مصر التي أكدت على الموقف المصري في كافة القضايا العربية. أخي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين رئيس القمة العربية، الأشقاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، أتوجه بداية بالتهنئة لمملكة البحرين الشقيقة على رئاسة القمة، وأعرب عن التقدير لوجود المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال رئاستها لأعمال القمة السابقة. إن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية، وإن مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكاً، وتحملت في سبيل ذلك أثماناً غالية وأعباءً ثقيلة، لا تزال رغم الصورة القاتمة حالياً متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في بحار لا تنتهي من الحروب والدماء. ولذلك فإنني من هنا أمام قادة زعماء الدول العربية أوجه نداءً صديقاً للمجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية، فأقول لهم إن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض للاختبار لا مثيل له، وإن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار، فالعدل لا يجب أن يتجزأ، وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر، وهذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالا إلا لأن نضع أيدينا معا لننقذ المستقبل قبل فوات الأوان، ونضع حدا فوريا لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة. وعلى هامش انعقاد الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين. كما التقى السيد الرئيس بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله. وعلى هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالبحرين، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد. كما التقى السيد الرئيس بالدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني. كذلك التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالبحرين.
وعقب انتهاء مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية، غادر السيد الرئيس العاصمة البحرينية المنامة عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.